التقى سامح شكري وزير الخارجية نظيره الأمريكي جون كيري أمس على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، حيث بحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والتحضيرات الجارية لتنظيم المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ الشهر القادم والأهمية التي توليها مصر لإنجاح هذا المؤتمر. كما تناولا العديد من الملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وعلى رأسها قضية الإرهاب. معي الآن عبر الهاتف السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية. أهلا بك سعادة السفير. السفير بدر عبد العاطي، أهلا بحضرتك. أهلا بك. يعني لو تطلعنا على أهم ما دار في مباحثات سامح شكري مع جون كيري. طبعا اللقاء اللي تم النهاردة في إطار اللقاءات العديدة والكثيرة اللي أجراها الوزير سامح شكري خلال تواجده في ميونخ مع عشرات من وزراء الخارجية، معظمهم من الدول الأوروبية وأيضا من الدول الآسيوية، بالإضافة إلى سمو الأمير عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات. اللقاء اللي الوزير سامح شكري اليوم مع الوزير جون كيري ركز بطبيعة الحال على العلاقات الثنائية، على التحضيرات الجارية لمؤتمر القاهرة الاقتصادي، والمشاركة الأمريكية كان على المستوى الرسمي أو على المستوى القطاع الخاص في هذا المؤتمر. هل اتضحت ملامح هذه المشاركة الأمريكية سيادة السفير؟ لا، يعني هناك يعني ستكون مشاركة، إنما بيجري طبعا تحديد مستوى هذه المشاركة، والوزير كيري أكد أن هيكون في مشاركة فعالة وتشجيع من الإدارة الأمريكية للقطاع الخاص. طيب كيف رد كيري على عندما أثار وزير الخارجية سامح شكري مسألة لقاءات الجانب الأمريكي بالإخوان؟ يعني ده تم طبعا تناول قضية الإرهاب من مختلف جوانبها، وعرض الوزير سامح شكري للرؤية المصرية لقضية الإرهاب وضرورة عدم الاختصار على تنظيم بعينه، وإنما تناول كل التنظيمات الإرهابية، ويعني كان في تناول مفصل لهذا الأمر، وده في إطار المشاورات المستمرة بين مصر والولايات المتحدة باعتبار أن مصر عضو في التحالف الدولي ضد داعش. ولكن يعني هل ممكن نتعرف على الموقف الأمريكي أو تفسير أمريكي ذكر للقاءاتهم بالإخوان؟ يعني يسأل في ذلك الجانب الأمريكي، أنا يعني ما أستطيع أن أتحدث عنه. ما ذكره الوزير سامح شكري خلال اللقاء، وهو نقل بكل وضوح عناصر الثابتة للرؤية المصرية لقضية مكافحة الإرهاب. بالنسبة للقاءات مع الاتحاد الأوروبي يا سعادة السفير، اللي كان في لقاء هام جدا مع السيدة موجريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية، وأيضا لقاءات مع وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا ووزير الدفاع الفرنسي. يعني اللقاء مع موجريني كان هام جدا بالنظر إلى العلاقات التجارية والاقتصادية اللي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي، وكان في استعراض من الوزير سامح شكري لقرب انتهاء خريطة الطريق والمرحلة الانتقالية مع إجراء الانتخابات المجلس النواب، وأيضا أحطها علما بشكل مفصل عن الترتيبات الأخيرة الخاصة بعقد المؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي من 13 إلى 15 مارس. وكان في تأكيد من جانب موجريني على الدعم الكامل للاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري وللمشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، وأيضا أثنت وأشادت بالدور المصري الرئيسي في استعادة الأمن والاستقرار في منطقة تموج بها الاضطرابات، وأيضا في الحرب التي تشنها مصر ضد الإرهاب وتعاونها الكامل مع المجتمع الدولي في إطار التحالف الدولي ضد داعش. شكرا جزيلا للسفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.